الآن نقدم دعوة من القائد الزوي بكير بن عمر. رانا في حفل قرآني، حفل ديني، وهو نفحة من نفحات القرآن الكريم ورحمة من رحمة رمضان الكريم. إذن اليوم في ولاية في مدينة حسين مسعود تحت رعاية بلدية حسين مسعود، قامت الجمعية الثقافية بتنظيم هذه الحفلة القرآنية لتكريم أبنائنا الطلبة. يعني عندنا، الله يبارك، عندنا مساجد يقومون بتحفيظ القرآن وعلوم القرآن، أكثر من 1000 تلميذ على ربوع البلدية دائرة حسين مسعود. فقمنا بهذه المبادرة الطيبة، وهي مبادرة تنظيم مسابقة للقرآن الكريم لجميع الأصناف بالنسبة لصنف حفظ القرآن كاملا ونصفه وربعه والأجزاء الجزء عامة وجزء تبارك. نشكر الإخوة القائمين على هذه المسابقة، نشكرهم شكرا جزيلا، ونقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسنته إن شاء الله في كل مزيد من الحفلات بهذه المناسبة، في تحفزوهم على المشاركة في مسابقة القرآن الكريم والحفظ وكذلك التجويد والأحكام. شاركنا في مسابقة للقرآن الكريم بالتنسيق مع جمعية بلدية حسين مسعود، جمعية جابر بن زيد، جمعية أجيال المستقبل، وجمعية التنوير الثقافي تحت إشراف البلدية، أعضاء البلدية.